نلتقي اليوم في إطار تنظيم المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني الأحرار بجهة غليميم ودنون، وبتأطير من طرف أعضاء من المكتب السياسي. هذا المؤتمر جاء كما تعلمون في إطار يعني احترام تنظيمات المؤسساتية داخل الحزب، ومباشرة بعد تنظيم وبنجاح الحمد لله المؤتمر الوطني الأخير وكذلك المؤتمرات الإقليمية الأخيرة. طبيعة الحال كما قلت سابقا، هذا المؤتمر الجهوي هو دائما هو أولا مناسبة من أجل انتخاب أعضاء المجلس الجهوي واستكمال الهياكل المؤسساتية داخل الحزب، وكذلك هو مناسبة للتواصل مع السيدات والسادة المناضلين، مناسبة أيضا لتأطير السيدات والسادة المناضلين، ومناسبة للنقاش لفتح النقاش في قضايا عدة تهم الساكنة على المستوى الجهوي، ولكن أيضا قضايا تهمنا على المستوى الوطني بحضور الحمد لله تلة من أطر الحزب التي هي على علم وأيضا واعية بدقة المرحلة وبأهمية العمل الحزبي وبالمسؤولية التي هي على عاتقنا. واش كاين شي خصوصية على العمل المستوى التجمع الوطني الأحرار في جهة غليميم؟ التجمع الوطني الأحرار اليوم في جهة غليميم ودنون يمكن نقولوا بأنه الحمد لله من الأحزاب الوازنة، حيث يعني عندنا تقريبا ثلث المنتخبون والمنتخبات على مستوى الجهة هم ينتمون لحزب التجمع الوطني الأحرار، ولأول مرة عدد كبير من الجماعات يسيرها حزب التجمع الوطني الأحرار وعلى رأسها مجلس جهة غليميم ودنون، وبالتالي هذه مسؤولية كبيرة على عاتقنا جميعا وتحدي نظرا لأهمية الانتظارات عند ساكنة جهة غليميم ودنون. جهة غليميم ودنون عندها خصوصياتها، يمكن أول خصوصية هي ضرورة يعني الدفع بالتنمية داخل المنطقة. عندنا شباب ثروة بشرية هائلة، ولكن ثروة بشرية أيضا عندها مشكل كبير وهو مشكل البطالة، وبالتالي التحدي الأول والأخير يبقى هو خلق فرص العمل، هو التنمية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية، هو تحريك العجلة الاقتصادية بصفة عامة داخل الجهة. دابا تقريبا واحد 9 شهور على الانتخابات الجهوية والجماعية، يعني بالنسبة لكم تيجي كتب أن المشكل هو البطالة، مجلس الجهة واش دار شي مبادرات في هذا الإطار؟ مجلس الجهة بطبيعة الحال كما تعلمون كان في آخر دورة ديالو في المرحلة السابقة صادق على ما يسمى بعقد برنامج ما بين الجهة والدولة 2021-2023 بقيمة تتجاوز 5 ملايير و500 مليون درهم. هذا عقد برنامج أولا يعني كان لنا الحمد لله الشرف أن نسهر عليه، لأنه وتم إنجازه في وقت وجيز نظرا لما كانت تعانيه الجهة، ولكن الحمد لله كظهر لعجلة العمل رجعت إلى الجهة. واليوم في هذه 9 أشهر نحن بدأنا في تنفيذ هذا البرنامج في عدد من النقاط. بطبيعة الحال كما تعلمون دور المجالس الجهوية هو دور استراتيجي يبني إلى المستقبل القريب المتوسط والبعيد، ويعطي أيضا الرؤية الاستراتيجية، وإحنا بالنسبة لنا الرؤية الاستراتيجية كما قلت تصب في خلق فرص الشغل وفي يعني أن نحضر إلى مناخ اقتصادي مهم. بدأنا في تنزيل عدد الاتفاقيات الكبرى كاتفاقية منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية. البارح الحمد لله وبزيارة السيد وزير التعليم كان هناك يعني إعطاء الانطلاقة لمشروع كلية الاقتصاد والتدبير داخل الجهة. كان أيضا مشاريع أخرى التي بدأت في الإنجاز لا من ناحية الهيئة البنية التحتية ولا من ناحية عدد من المباني الكبرى المتعلقة بتكوين مهني مثلا كمدينة المهن والكفاءات. نشتغل الآن ونحن نستعد للدورة المقبلة على أيضا أن ندفع بتشجيع الشباب المقاول في قطاع تربية الأحياء المائية. عندنا أيضا مشاريع أيضا تخص تحلية المياه، يعني كاين مشاريع كبرى تهيئ لخلق فرص الشغل بالإضافة إلى التوجه الحالي للجهة التي يلعب فيها مجلس الجهة دورا كبيرا، وهو توجه الهيدروجين الأخضر. جهة غليميم ودنون اليوم تستقطب استثمارات كبرى، ولما أقول كبرى هي كبرى من ناحية يعني رقم الأعمال، ولكن أيضا من ناحية التصور الاستراتيجي، من ناحية تموقع المغرب
ومن ناحية خلق فرص الشغل. هذه الاستثمارات تتطلب بطبيعة الحال تهيئة البنية التحتية، تتطلب التكوين، تتطلب تهيئة المساطير، ونشتغل يدا في اليد مع جميع المستثمرين، مع القطاعات العمومية المعنية، من أجل الدفع بهذا القطب الذي إن شاء الله يعني سوف يمكننا من يعني أن تعطى أو يعطى موقع استراتيجي وإشعاع قوي لجهة غريمي موادنون، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن وخصوصا على المستوى الدولي.